تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تسلم أوراق المترشحين في انتخابات الرئاسة، وتقوم لجنة تلقي طلبات الترشح بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. ومن المقرر أن يتواصل عمل اللجنة حتى 14 من الشهر الجاري وفقا للجداول الزمني للانتخابات الرئاسية.